الصباح السبتمبري الخالد، معنا هنا الشيخ منصور الحنق قائد المقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء. شيخ منصور، ماذا في العيد 54 لذكرى 26 سبتمبر المجيدة، ماذا حققت هذه الثورة إلى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم الغالي والعزيز على قلوب أبناء اليمن رجال ونساء، نهني الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بهذا العيد وبهذه المناسبة، كما نهني الشعب اليمني عموما. وفي هذا اليوم المبارك وهذا اليوم الذي كان فيه ثورة 26 سبتمبر، ثورة الأمة التي كانت امتدادا بعدها ثورة أكتوبر، هذه الثورة التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، هذه الثورة التي سعت للمساواة والعدل بين الناس ورفض هذه ورفض العنصرية والسلالية، هذه الثورة التي أدركنا من خلالها ماذا استفاد منها الشعب اليمني، هذه الثورة التي تعلم من خلالها أبناء اليمن رجالا ونساء، خرج منهم الدكاترة، خرج منهم الأساتذة، خرج منهم الأطباء، خرج منهم القادة العسكريين، خرج منهم الطبقة المثقفة والواعية. كانت هذه الثورة بمثابة خروج الشعب اليمني من العزلة التي كان تفرضها الإمامة إلى إلى نور هذه الثورة المباركة. هذه الثورة مناكبها كثيرة وعديدة لا نستطيع اليوم أن نعددها، ومن المحزن ومن المؤسف اليوم أن نرى من ربما آباءهم كانوا من الثوار وهم اليوم يؤيدون ويسعون للبحث عن الإمامة. نحن نذكر أبناء الثوار ونذكر أبناءنا في القوات المسلحة والأمن أن الثورة إنما جاءت من أجلهم، من أجل اليمن، من أجل الشعب، من أجل المواطن. نقول لهم يحزننا اليوم ويؤسفنا اليوم أن تكونوا اليوم في صف الميليشيات وفي صف من يريدون إعادة ذلك الظلم وذلك الاستبداد وتلك السلالة إلى الحكم. من المؤسف اليوم ومن المحزن أن نحارب ونقاتل ويعني أن تكون هناك معارك عديدة لغرض تثبيت هذه الثورة، مع أننا كنا نتوقع أن ثورة 26 سبتمبر قد زال عنها الخطر، لكن للأسف الشديد أن مجموعة من المنتفعين وعلى رأسهم المخلوع باعوا هذا اليمن وخانوا هذه الثورة التي كانوا يتغنون بها على الدوام ويقولون لا إمامة بعد اليوم، لا ظلم بعد اليوم، لا استبداد بعد اليوم، لكننا اليوم نراهم وهم من يحتضنون أولئك الذين يريدون أن يعيدوا الإمامة ويعيدوا الاستبداد والظلم. بدليل ونريد أن نعرف الشعب اليمني أن إعلان 21 سبتمبر معناها هو بديلا عن ثورة 26 سبتمبر، لكن نقول لهم هيهات أن 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 يكون لهذه المناسبة ولهذا الانقلاب الذي أحدثوه أن يكون له مكانة في هذا الشعب اليمني. فالشعب اليمني اليوم ينتفض رجالا ونساء وشبابا، والجيش الوطني اليوم ماضي وعازم على أن ينهي هذا الانقلاب وعلى أن يحسم المعركة، وأننا اليوم نرشد على أيدي أبناء الجيش الوطني والمقاومة للمضي قدما للوصول إلى العاصمة صنعاء لتحرير أو لإخراج هذه الميليشيات التي تريد أن تعيد الظلم والاستبداد. ونقول لمن غرر بهم المخلوع ولمن غرر بهم الحوثي وجعلهم يحاربون ثورتهم ويحاربون شعبهم ويقاتلون أبنائهم ويدمرون بلدهم، نقول لهم كفى إلى اليوم، وعليهم أن يعودوا إلى جادة الصواب. وها هم اليوم، نحن اليوم في 26 سبتمبر، ثورتنا التي سندافع عنها ونعتبر أن دفاعنا اليوم وبقاءنا في هذه الجبال وفي هذه القمم هو امتدادا لأولئك الثوار الذين ضحوا بدمائهم من أجل هذه الثورة، من أجل أن يسعد هذا البلد. ومن المعروف ما قالت بعض الثوار، إنما أرادوا لهذا البلد العيش السعيد وأرادوا له الأمن وأرادوا له الاستقرار وأرادوا له المساواة. نقول اليوم من جديد لأولئك الذين غرر بهم، عليكم أن تعودوا إلى جادتكم، وعليكم اليوم أن تقفوا مع الثورة وأن تقفوا مع الجيش الوطني وأن تقفوا مع المقاومة الشعبية، ويكفي إلى اليوم أن تكونوا في صف من يريد أن ينهي الثورة. وقد جربتوا هذه الميليشيات وما جرت على هذا البلد من 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 مشاكل وما جرت عليكم في بيوتكم، ها هم اليوم أخذوا كل ما بيد مال الشعب من أموال، أخذوا كل ما للشعب من ممتلكات،
تلك الثورة التي جمعت تلك الأموال والتي أرادت أن توجد بلد راكي ومستقر، ها هم اليوم نهبوا أموالها، ها هم اليوم قد أنهوا البنك المركزي الذي كان يحافظ على العملة الشعبية، ها هم اليوم كانوا في هذا الشهر، في شهر 9، في شهر سبتمبر كانوا لا يمتلكون مرتباتكم أيها الموظفون. فعليكم أن تعلموا أنه لا عيش لكم إلا بثورة 26 سبتمبر، فعليكم اليوم أن تدركوا أهمية هذه الثورة وأن تنفضوا أيديكم من يد هذه الميليشيات وأن تكونوا وأن تنخرطوا كجيش أو كقبائل أو كمشايخ أو كمثقفين، أن تنخرطوا في صف المقاومة وفي صف الجيش الوطني وأن تنتفضوا على هذه الميليشيات التي دمرت البلد وما زالت تدمره. وعليكم اليوم أن تدركوا أنكم اليوم يا من تقفون مع الحوثي أنكم تقفون ضد ثورة 26 سبتمبر، أنكم اليوم نسيتم دماء آبائكم ودماء إخوانكم الذين ضحوا في كل الشعاب وفي كل الجبال من أجل أن تسعدوا، وها أنتم اليوم تعيدون هذه الميليشيات وتسعون لإعادة الظلم والاستبداد. فعليكم اليوم أن تعودوا إلى رشكم والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ويعني الحكومة الشرعية اليوم فاتحة صدرها وأبوابها لأبناء الجيش وللمشايخ ولأبناء الأمن للشعب اليمني عموما، ونحن نعلم أنكم اليوم لا تريدون هذه الميليشيات ولكنها الظروف التي جعلتكم تقفون أو تعاونون هذه الميليشيات، لكن يكفي إلى اليوم، لا عذر لكم اليوم. ونحن اليوم على مشارف صنعاء، أن يبقى الخوف في قلوبكم من هذه الميليشيات، عليكم اليوم أن تنتفضوا على هذه الميليشيات التي سببت الدمار والهلاك. بهذه المناسبة تهانينا لفخامة رئيس الجمهورية ولنائبه وللحكومة وللشعب اليمني عموما، نهني نؤكد لهم ونهني شعبنا بهذه المناسبة ونقول لهم ابشروا فإن ثورة سبتمبر ستبقى وستخلد، ولا يمكن لهذه الميليشيات الإنقلابية ولا هذه السلالية أن تعيد الإمام من جديد، فإن شباب اليمن وجيش اليمن ورجال اليمن لهم بالمرصاد، لن يسمحوا لهم مهما كان الثمن، كثر هذا الثمن أو قل، فإن ماضون على حسم هذه المعركة وبقى ثورة 26 سبتمبر لينعم بها الشعب اليمني بمن في نهاية هذه الميليشيات وهذه السلالة التي عاشت آمنا من يوم أن قامت ثورة 26 سبتمبر اليوم، لم يوسوا لا أموالهم ولم يكن يوما قد أقسم من وظيفة أو من منصب، بل كان اليمن يعيش كله سواسية لا فرق بين هذا وهذا، لكنهم اليوم عادوا من جديد ليفرقوا هذا البلد، لكن نقول لهم لن يكون ذلك، والشعب اليمني رجاله ونساءه لهم بالمرصاد في هذا اليوم. 54 عام على الكفاح المسلح، كيف تصف اليوم الكفاح في جبهات العزة والكرامة؟ هل هو امتداد لثورة 26 من سبتمبر؟ وهل من الممكن أن يعود الإنقلابيين بمشروعهم البغيض؟ نحن نؤكد من هنا، نؤكد للشعب اليمني ويؤكد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتؤكد الحكومة الشرعية أن ما يدور اليوم وأن ما يجري اليوم من معارك هي امتدادا لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وحفاظا على هذه الثورة. ولذلك اضطر وجعل وقام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والدولة الشرعية بواجبها لمواصلة هذا المشروع الذي أراد الإنقلابيين أن يحاولوا اختزاله أو الإنقلاب عليه. نقول للإنقلابيين من هنا، لا يمكن أن تغرروا على بلد وعلى شعب تعلم وتثقف، على شعب أبناءه اليوم دكاترة، أبناءه اليوم أساتذة جامعات، أبناءه اليوم عمدة وألية في الجيش، لا يمكن تغرروا على هذا الشعب. نعم قد كذبتم على هذا الشعب أيام الأمية وأيام الجهل، لكن اليوم لن تكذبوا على هذا الشعب ولن يتم هذا الإنقلاب، وسينهار هذا الإنقلاب قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. فنقول أن ثورة 26 سبتمبر باقية وستمضي بإذن الله سبحانه وتعالى، ويرعاها رب العالمين، ثم ترعاها ثم يرعاها أبناؤها البررة، أبناؤها المخلصون، أبناؤها المقاتلون، أبناؤها المحاربون. إنما تشاهد اليوم وتشاهد الجيش الوطني والمقاومة وهم في هذه البقاع، إنما يقاتلون امتدادا لثورة 26 سبتمبر، وسنوصي الجيل الذي بعدنا أن يدافع عن هذه الثورة جيلا بعد جيل، ولن يحلم هذه الميليشيات ومن أمثالهم بالعودة من جديد. إذا كان معنا الشيخ منصور علي يحيى الحنق، قائد مقاومة محافظة صنعاء، محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب، نهم صنعاء.